السلام عليكم. الله لطيف بعباده. حصلت لي قصة البارحة لعلي أن أريدها لكم لأبين لطف الله سبحانه وتعالى في ذلك. جاء ولدي الصغير الله يحفظه ويحفظ أولادكم وجميع أولاد المسلمين، أخذ العين حقة الفرن ورماها خلف الفرن. المهم ضاق صدري، يعني الفرن كبير شلون بسحبه، هو وقت سحور. المهم عاني الله عز وجل، سحبت الفرن وطلعت العين من خلف الفرن. فلما أردت أن أرجع الفرن إلى مكانه وجدت الغلاية طبعا جنب الفرن، وجدت سلك الغلاية هذا يا أخوان محترق خلف الفرن. السلك يا أخوان الكهرب طالع، هذا يا أخوان طالع الكهرب حقه، شوف يا أخوان. وسبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى اللطيف الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده، يعني أراد من ابني أن يلقي هذه العين لنرى هذا السلك. إلا لكان سبب الاحتراق البيت أو احتراق المطبخ أو غير ذلك، لكن الله لطيف بعباده. الإنسان يا أخوان ما يدري ما هي أسباب الحفظ له، قد تكون بسبب دعوة أحد من المسلمين دعاني لظهر الغيب، إما لي أو لزوجتي أو لأولادي، أو يكون بسبب إحسان عملها أحد من، وقد تكون ولو صدقة ولا بريال واحد.